ده اللي احنا بنحاول نديه للشباب، ان هو ازاي ينمو من هذا القطاع اللي اوريدي عنده نمو اكتر من 85% نمو سنه مركب خلال 5 سنين اللي فاتوا. بدينا نجمع استثمارات بمليار ونص دولار في هذا القطاع، وازاي الافكار دي نقدر نساعدها كشركه انطلاق انها تقدر تحقق مردود ومشروع ناجح واعد، وندعم بيه قطاع رياده الاعمال، ونقدر نوصل بيه هذا القطاع لارقام اكبر بكتير في 2030 ان شاء الله. احنا يا فندم جزء من البرامج اللي شركه انطلاق بتعملها هو البرنامج الموجه للجامعات المصريه. البرنامج ده هنبتديه من العام الدراسي 2023 2024، بنستهدف الجمهور المستهدف فيه هو 73 جامعه مصريه، سواء كانت حكوميه او خاصه او جامعه دوليه. البرنامج ده هنقدم من خلاله اسبوع، اولا بيبتدي في 5 خطوات. اسبوع رياده الاعمال، هنروح كل جامعه او كل نطاق جغرافي موجود فيه عدد من الجامعات، هنقدم لهم اسبوع رياده الاعمال ومحاضرات مكثفه على رياده الاعمال، الوعي المالي او الوعي الاداري، ازاي يدير شركه، ازاي يبتدي شركه، وايه الحوافز اللي الحكومه ممكن تديها له، والاعفاءات الضريبيه. ده الجزء الاساسي. الجزء الثاني بقى في محاضرات الالكترونيه على مدار السنه بتتكلم على رياده الاعمال وازاي يقدر يوصل لنا. الجزء الثالث، وده جزء كان مهم جدا واكتشفناه من خلال جلسات العمل اللي عملناها مع رواد الاعمال، ان هيبقى في منصه للتواصل يقدروا يتواصلوا معانا من اول ما يقول ان هو عنده فكره لغايه ما يقول ان هو عنده مشكله بتواجهه في تاسيس شركته او ان هو يجيب حوافز وعفاءات ضريبيه. البرنامج ده طبعا هيبقى ليه عوامل قياس ليها دعوه بالاهداف التنميه المستدامه، الهدف الرابع الخاص بالتعليم، الهدف الثامن الخاص بالنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الخاص بالابتكار. هيبقى فيه متابعه من خلال شركاء التنميه اللي احنا بنتعامل معاهم او شركات القطاع الخاص او القطاع الحكومي اللي بنتعاون معاه. واخيرا هو اتاحه البيانات، ان احنا هنوفر من خلال منصه انطلاق بالبيانات والارقام اللي الناس بتحتاجها عشان تستكشف السوق وتعرف السوق ده هل في فرصه ولا لا، هل يقدر هنا فكرته هتنفع فعلا او هيبقى ليها مردود اقتصادي ولا لا. ومن خلال ده من ناحيتنا كانطلاق احنا نبقى بنتابع تحليل البيانات او الديتا اناليتكس بتاعته، وهنقدر نتابع المردود، الناس مقبله على الديتا الخاصه بيه، والدول المقبله علينا والمستثمرين اللي بيبصوا في مصر بيبصوا على قطاعات ايه بالتحديد، وهنقدر من خلاله نحسن الديتا او نحسن البرزنتيشنز او الحاجات الديتا اللي احنا بنوجهها للقطاع الخاص عشان نقدر نوفر فرص اسهل. في الاخر هنعمل تصفيات اقليميه، هنختار من خلالها الشركات، بعد التصفيات الاقليميه هندخلهم برنامج مسارعات اعمال غير برنامج مسارعات الاعمال بتاعنا، مخصوص لطلبه الجامعات وخريج الجامعات. البرنامج ده هيبقى مكثف، هنساعدهم ان هم يطوروا فكرتهم من فكره ناشئه ان هي تبقى شركه ناشئه ذات فرصه جيده، وتقدر يبقى عندها قابليه من المستثمرين الاجانب والمحليين. احنا فندم بنشتغل في الاساس ان احنا بنحاول نزود الربط ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والشركات الناشئه، فكل ما يزيد شراكات ما بين القطاع الحكومي والشركات الناشئه في رياده الاعمال ده بيزود من نمو الشركات الناشئه دي، وبيخليهم يجمعوا استثمارات اكتر اجنبيه. زي ما قلت لحضرتك ان احنا خلال 5 سنين اللي فاتوا قدرنا نجمع استثمارات بمليار ونص دولار. ان شاء الله كل سنه لو قدرنا نعمل نمو بس 50% نقدر على 2030 يبقى عندنا استثمارات اجنبيه من شركات ناشئه 8 مليار دولار. وعندنا كمان ان احنا دلوقتي عندنا 3 شركات عدت قيمتها المليار دولار. على 2030 المفروض يبقى عندنا 20 شركة، فكل ما يزيد الشراكات دي ما بين القطاع الحكومي وريادة الأعمال هتزيد فرص الناس دي انها تجذب استثمارات وفي نفس الوقت تعمل مشاريع أكتر سواء إقليميا أو في السوق المصري. بما إن الشركة بتقوم بالدور ده وحققت النجاح اللي أنتوا بتتكلموا عليه، وأنا كان عندي خبر إن إحنا اتكلمنا على في 3 شركات أكتر من مليار. مش كده بالظبط، 3 شركات اكتر من مليار دولار، يعني الدنيا ماشيه الحمد لله. طب انا عايز ادي للشركه ميزه تبقى قدرتها على التواصل اكتر وقدرتها على التاثير اكتر، بان انا اقول له ايه؟ طب احنا هندي للشركه دي ان اي مشروع هي تقوم بالمساعده او بالدعم، مش دعم المالي يعني، بالدعم في ان هو يطلع للنور، هندي له معافاه مثلا من الضرايب مثلا 5 سنين. انا ما اعرفش ايضا الاجتماع الاول لمجلس الاعلى للاستثمار من قرارات 22 كان على موضوع شركات الناشئه، ان احنا نطلع اولا يبقى، لان كان الولاد بيقولوا دايما عندنا اكتر من جهه متداخله في الموضوع، واحنا لما بنيجي نتعامل مع الدوله مش عارفين نتعامل مع مين. فدي حضرتك وجهت بقت في وحده مركزيه تابعه لمجلس الوزراء وتحت اشراف رئيس الوزراء مباشره، مسؤول عنها رئيس هيئه الاستثمار وجهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه. دي هتبقى ليها منصه الكترونيه هي اللي بيتعاملوا فيها مع الشباب، لكن بالاضافه لدي
حضرتك وجهت ان يبقى في مجموعه حوافز، وكان دايما بيشتكوا برضو من موضوع المعامله الضريبيه، دي كانت نقطه من النقاط اللي هم اتكلموا فيها. فحضرتك وجهت ساعتها ان لازم يتعمل برنامج نقدر نعمل ده ونقوله ونعلنه دلوقتي، رغم ان احنا قلنا ساعتها، لكن باكده معاكم تاني ان نقول ندي للشركات من 5 لـ10 سنة. اصل هيدفع كام يعني؟ بالظبط، يعني هيدفع كام يعني؟ بالظبط يا فندم، يعني رقم مش هيبقى يعني مش هي لا هيسمن من جوع ولا مش كده. فاحنا ممكن نقول من دلوقتي يا دكتور مصطفى ان احنا هنعطي للشركات دي كلها بالكامل 5 سنين. انا مش عايز اكون 5 سنين اعفاء من الضريبه عشان نديله فرصه ان هو يتحرك. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا كنا بنتكلم على ان احنا عندنا بالفعل موضوعات محدده احنا محتاجين نشتغل فيها. الموضوعات ديت يعني حوالي 150 بندق، حوالي كام؟ ودول ارقامهم تقريبا في حدود 20-25 مليار دولار. انا الكلام دراسات الجدوى بتاعتهم هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن حجم السوق المصري محتاج ده، واحنا بنجيبه من بره. مش كده يا دكتور مصطفى؟ يعني ايه بنجيبه من بره؟ مستلزمات بنجيبها من بره لصالح منتجات هنا مصريه. طيب انا النهارده ده معناه ان انا محتاج اعمل دراسه جدوى ليه؟ لا، محتاج ان انا ادعمه. اه، واحنا مستعدين، وانا بقول لكم عشان انتوا نقطه تواصل كبيره بين الخاص والحكومه، احنا مستعدين ندعم في ال 135-140 منتج دول، مستعدين ندعم حتى يخرجوا للنور. انتوا تعرفوا عليهم؟ ما اعرفش يا دكتور مصطفى. ان احنا تشوفوا القائمه ديت ومع القطاع الخاص او ليه؟ انا بتكلم على مجموعه منتجات محدده، فانا من خلالكم اعرف في القطاع الخاص مين اللي شغال في المجال. هديك مثال يعني. لو انا بتكلم في طرمبات المياه اللي احنا بنستخدمها في مصر، هتجد في 3-4-5 شركات كبيره شغاله في الموضوع، لكن هو ما بينتجش كل الطرمبات ديت. احنا بالفعل نتيجه حجم العمل اللي موجود في محطات المعالجه ومحطات الرفع على مستوى وزاره الري ووزاره الزراعه والاسكان، مش كده؟ طيب ده رقم كبير قوي. طب الشركات دي عارفه يعني بتجيب من بره، بتجيب منين؟ من بره، لان الترمبات العملاقه ديت احنا ما بنعملهاش. طب يلا يا جماعه ايه؟ نفذوها، واحنا ايه؟ واحنا معاكم. انا بقى جبت مثال ممكن يبقى واضح بالنسبه لنا، لكن الكلام ده ينطبق على ال 150 منتج اللي بتكلم عليهم دول. وبالمناسبه لو احنا نجحنا في سنه غير لما ننجح في 5 سنين، غير لما ننجح في 10 سنين. ليه؟ لان هو في النهايه تصور ان احنا بنتكلم على انك انت بتبقى مضطر تدفع 20-25 مليار دولار سنويا له، فكل مليار هتشيله هيبقى ناتج محلي، مش كده؟ وهيبقى مش هقول ضرايب، فرص عمل، مش كده؟ ثم انا شلت من على عبء من عندي الدولار اللي انا بدفعه عشان اجيب المنتج ده. انا بتكلم في منتج كم رقمه كم؟ 25-30 مليار دولار سنويا مستلزمات انتاج. وقلت حاجه منهم زي مثلا موضوع الترمبات، اقول لك حاجه مثلا زي المصاعد وحاجات اخرى كتير قوي. الكلام اللي انا بقوله ده للشباب اللي قاعد والشابات اللي قاعده، هو ده فرص العمل المتاحه لينا، اللي هي مش محتاج انك انت تدرس دراسه جدوى للمشروع تقول ايه سوقه، ايه انا محتاج ابيعه فين، طب انا هكسب منه ايه. لا، ده بالفعل خلصان، بس هو يطلع في مصر، بس هو ايه يطلع في مصر. احنا كدوله مستعدين لاي شركه تشتغل في الموضوع ده نخش معاهم مشاركه، مش عشان نشارك لحسن يفهم حضراتكم تفهموا او لا لا لا، انا عايزه بس يخرج للنور. انا النجاح بتاعي في الموضوع كدوله بان المنتجات دي بدل ما اجيبها من بره اجيبها منين. وبما ان احنا بنتكلم في النقطه ديت، انا عايز اقول لكم على حاجه. انتوا دلوقتي شايفين ان في مشكله دولار في مصر، مش كده؟ طيب انتوا هتحلوها ازاي؟ مش انا هحلها ازاي؟ انتوا هتحلوها ازاي؟ مش انا هحلها ازاي؟ مش الحكومه هتحلها ازاي؟ لا، احنا كلنا هنحلها ازاي؟ لو ما كانتش المنتجات اللي احنا بندفع فيها الدولار، لو ممكن تتعمل في مصر، في بعض التكنولوجيات هتبقى متقدمه قوي صعب ان احنا نعملها، مش هقول مستحيل، صعب. فخلونا الاول ان احنا نطلع ونكسر في الرقم الكبير اللي بيقول عليه ده،
واللي هي بعتبرها المشاريع ديت دراسات جدوى منتهية. منتهية بإيه؟ بحجم الطلب اللي عليها في السوق المصري، حجم الطلب اللي إيه؟ اللي موجود عليها في السوق المصري. أنا طبعا سعيد إن أنتم موجودين وسعيد باللي أنتم بتعملوه، وصدقوني كل الدعم لكم. معرفش الكلمة دي وصلكم ولا أعمل إيه؟